مكانتي اللي وصلت فيها بالدول العربية وتمددنا وتوسعنا في لبنان، يعني طبعا انتشرنا بمراكزنا، أصبح عندنا حضور وعندنا أتباع، يعني صار عم تتشكل قوة حقيقية شيعية ولكنها عربية. هذا أكثر شيء بتخاف منه إيران. معروف أنا علاقتي بأوروبا، مثلا أنا دائما عندي دعوات على الفاتيكان، بزور بحكي بتحاور، هذا ديننا. حوار الأديان بدأ عندي أنا الموضوع الانفتاح، يعني أول شيء الخروج من المذهبية الطائفية، ولكن ما التقيت ولا مرة مع إسرائيلي. أنا بلتقي بما أني أنا رجل دين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. بهذا التوجه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فهذا المقتضى وهذا المطلوب القرآني، مد الجسور مع الآخر، التقارب، الحوار معه بالأسس اللي عندنا الدينية. فهون صار الموضوع كبر، فلا بد من التخلص من هاي الشخصية. طب شو عندنا؟ ما فينا نتهمه بالإرهاب، ليش؟ لأنه منه سني. معروف عندنا بلبنان حزب الله بس بده يتهم حدا بالإرهاب دغري بتعرفه سني، بس بده يتهم شيعي معارض دغري بحطه مع إسرائيل. هلا أنا تهمتي كانت انه الاساسيه انه انا مع السعوديه، والسعوديه هي بتعرف انه حليف امريكا، بس نحن بدنا نضربه باعتبار انه ضربنا عصفورين بحجر، انه كون ضربنا السعوديه ومشروعها، هيك اني بفكروا. وانا طبعا انا بحكي عده لغات، يعني انا مثلا بحكي الفرنسيه، بحكي الانجليزيه، وبحكي الفارسيه اكيد، وبحكي المقدار العبري. فانا اعطيت خطبه بالعبريه، فأنا حكيت طبعاً بالعبرية وقلت أنه ليس كل المسلمين، يعني اللي حدا عم يدعي أنه كإرهابيين، وليس كل اليهود يعني مجرمين، خلينا نلتقي على خط جامع وننطلق. طبعاً هاي بثت بالعبرية وبلش الأخذ وبلش الترويج، يعني وكأنه أحد أعطى هدية لحزب الله أنه ها شوفوا بيحكي عبري وعم يحكي عبري وكذا. تدعوا لخيم أنحن بني دوديم، שלכם בני הנביא اسماعיל בן הנביא אברהם. אנחנו ואתם משפחה וקרובים. فتم ادعائي، ولكن ابدا ادعاء بتوجيه من حزب الله، كان بتوجيه وبإرادة من حزب الله. هذا الوقت كان وقت ما كان في حكومة في لبنان، يعني عام 2011، يعني قبل ما أوصل على يعني على السؤال والتحقيق، حزب الله بس بالإعلام إنه تم توقيف العلامة الحسيني بتهمة التخابر مع إسرائيل، بعد ما حدا سألني سؤال. هذا لحتى يقطع الطريق عن أي جهة تحكي معي، وبنفس الوقت يقوم به اللي بده إياه. فأنا بالتحقيق طبعاً جلست ضباط محترمين، كله مبين سواء بأجهزتي بكتبي ببيتي، يعني الكل مقتنع أنه لا يوجد عنصر إداني حقيقي للمدعى. أنا عدة مرات كنت رايح للبيت، ولكن ضغط من حزب الله على النيابة العامة على القضاء، حتى إجا الله يوجه له الخير أهم قاضي عسكري في لبنان، يعني القاضي الأول العسكري رياض أبو غيضة، أصدر قرار قال إن كل لقاءات واتصالات ومقابلات السيد محمد علي الحسيني لا ترتقي إلى الشبهة. ما في شبهة ولا فيها أي دليل على المدعى. انتبه اللي عم يحكي قاضي التحقيق الأول اللي هو مهمته الإدانة، مستحيل يبرئ. زعوها بالتلفزيون أنه أنا طلعني بمعنى أنه منع محاكمة، ولكن بنفس الليلة قبل ما أخرج وأنا علمت من بيتصل نصر الله بأحد القادة الأمنيين عنده، بيقول له إذا طلع محمد الحسيني هلأ بعد هاي التهمة وبهالطريقة رح يطلع بطل، بس انت القاضي ابو غيضة بيقول انا امنع عنه المحاكمة وبطلعه، انت بتتصل وبتقول مستحيل يطلع ومستحيل طلعه بطل، وبيرجع بيخدنا على محكمة تانية وتمييز اخر. كل الاساليب عملها معي لرجعني على محكمة عسكرية، وحكمت مش من قاضي، إني لازم يرجعوا للقاضي المدني، لكن حكمت من رجل عسكري. وأنا وقفت مديش محامي ومعي الحق قدام كل، قلت له أنا باسم الشعب اللبناني طالبك
مين الضباط الإسرائيلية اللي اتصلوا فيه؟ شو أنا أعطيت معلومات وشو انطلب مني معلومات؟ شو أخذت أموال وشو صار يضحكوا كل الناس؟ ما في شيء منه أنا أحرجته، ما في شيء منه، ما في شيء، أنا صرت عم حاكم. ولكن شو بدير ظهري بيعطيني وقتها 5 سنين والكل يطالبوا أنه هذا الرجل شو عمل، بدنا منك دليل يا نصر الله، وين تهمته الحقيقية؟ ما عطته، ردت سلبا عليه. وأنا صبرت وتحملت، وأكثر من هذا يرسل لي مراسلين وناس مندوبين إلى السجن. طبعا أنه أنا هلأ بقدر أطلعك، بس اكتب لي كلام أنه وأمضي، أنه ما عادش تتعاطى سياسة، ما عادش تقول كذا، ما عادش، عملية ابتزاز مبرمجة.